اشربي الوان. سيبك بقى من التلفزيون بقى، منسي قلب عليك الدنيا وخالف يحط عليك. يحط على مين هذا؟ عشان الحاجات اللي انت كتبتها يعني على عيلة مرعي. انت عبيط ياد ولا ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتقول كلام زي ده الارمر؟ منسي ده كذاب وبطنه فاضية وبيتعشى كوسة نية، وغايته انه ما يقدرش يقول الكلام ده الا في ظهري، لكن لا يجرؤ، لا يجرؤ يقولها لي وش في وش كده فيس تو فيس. عربوطي يظهر هيقولها فيس تو فيس. اسمع عربوطي، الكلام التافه اللي انت لازم عندك في بيتك يا تشيلو يا تشيلو، انا بعرفتي، والكاميرا اللي انت خدتها يا تدفع قسطها يا تركها، والا قسما بالله قسما بالله قسما بالله امحيك من على وش الارض. الولد العبيط ده كان بيكلم مين؟ كان بيكلمني انا. وانت ازاي تسمح لنفسك هلا وانت قاعد جنب ارمط انه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الارض كده قدام القهوه وانت تبقى ساكت؟ وماله وماله عشان ما تعرنيش وممشي من هنا. على فكره عم ارموتي كان بيكلمك انت. بيكلم مين؟ انت عزوز. عشان ما يحصلش حظر تجول في المنطقه هسالك اخر مره يا عزوز، منسي لما قال حولع بيتك يا ارموتي كان يقصدني انا؟ ايوه كان يقصدك انت. هتولع دلوقتي المنطقه دي، هتولع دلوقتي وهتشوفوا كلكم منسي اللي عامل الذكر المهيبل في المنطقه وهو بيتبهدل من القرموطي. ما دام انتوا عايزينها تولع وانت عايزها تولع، اقسم برب العزه هتولع دلوقتي يا عزوز. انما كده هنقعد. هو مشي منين؟ مشي كده. ماشي خد مشي كده. امن بالله عزوز انت عايز تولع المنطقه، ايه رايك بقى ان انا هروح دلوقتي المنسي واقول له ان الكاميرا بتاعتك اتهرست واتفرمت تحت ترميل على العربيه؟ ايه رايك؟ واللي عايز يجي يشوف منسي وهو بيتبهدل يجي ورايا. ما بلاش. هتشوف الذكر المهيمن بتاع المنطقه هيتعمل فيه. بلاش. سيبني بقى، الموضوع كده خلص خلاص يا عزوز، عشان منسي زاد وطغى وكبر. الله 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 الله، ايه في ايه؟ جايين ورايا ليه؟ انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط ولا انتوا عايزين تشوفوه وهو بيتبهدل؟ اه يعني عايزين تشوفوا منسي وهو بيتقطع يعني؟ اه قول لكم اتفقتوا على كده، اول مره اشوفكم بتتحدوا على كلمه واحده. سخص عليكم. هتولع النهارده. لمي حاجتك واخلعي دلوقتي يا حاجه، علشان المنطقه دي هتقلب حرب كرموز، وسمير قرانه جاي ورايا. علشان الولد منسي ده بقى مغرور وبقى محطوط الشر، وبقى عامل زي الزينه ديكور. هو ده بيت منسي؟ اه. مش ده بيت منسي برضه؟ اه. ده منسي، ده منسي. لا مش عايز يطلع، هو خايف يطلع يا جماعه. انت بتوحشه ايه ده؟ يا حول الله، احنا جينا قدام الاستقبال بتاع القصر العيني ولا ايه؟ ايه يا ابني مالك وايه الشبشب اللي تحت؟ انت طالع من الدرس؟ الزار كان عنده حصه شباشب ولا ايه؟ يلا بقى بينا فندان. سيبر مين اللي شلفطك كده يا ابني؟ منسي. منسي مين؟ منسي. منسي منسي اللي شلفطك كده؟ حاسس ان داخلين على ايام سودة. يا حول الله، الواد بيترعش هيموت يا جماعه. يلا يا جماعه عشان نسيب الواد يموت براحته. يلا سلام عليكم بقى. يلا جبت الكاميرا يا هرموطي؟ نص ساعة وتكون الكاميرا عندك. نعم. خمس دقايق يعني انت هتصور بيها دلوقتي؟ ما فيهاش حاجة. يا فندية في ايه؟ مش عايز، انتوا عايزين المنطقة تولع ولا ايه؟ يلا بقى نتكل على الله عشان في زلزال هيضرب المنطقة كلها ولازم الأمن الم... يلا فندية. خمسة وراجع لك. ما انتش عامل فورمة الساحل وعايز تتصور يعني دلوقتي. مش هتقدر تغمض عينيك.